هو سي محمد أن المتتبع لشؤون التحكيم الإفريقي أنا عرفت واحد التحولات كبيرة ومحاولة ديالنا حتى اللجنة ديال التحكيم أنا كان تغيير على مستوى اللجنة ديال التحكيم والهيكلة ديال اللجنة ديال التحكيم بتقلد نومان دياز الإيفواري مسؤولية ديال اللجنة وكذلك النائب ديالو اللي كان هو فيكتور غوميز الجنوب أفريقي اللي اعتزل هذه السنة وحاولوا باش يدخلوا دماء جديدة وبالتالي أنهم حاولوا يغيروا الجلد حتى ديال الحكام اللي لاحظتي كاين حكام جداد اللي تمنحتهم الفرصة ديال القيادة ديال المقابلات في السوبر ليغ اللي لا كاف أنا بالنسبة لي دايرة مجهود كبير باش كتحاول تنجحها بشتى الوسائل باش تنجح وتعطي واحد الإضافة للكرة الإفريقية. شفنا حكام جداد، شفنا الغابوني، شفنا البينيني، وبالتالي شفنا كذلك الجنوب إفريقيا أبو نجيل، وبالتالي أنا بالنسبة لي هذاك عمل كبير نخص الوقت باش يكون. أنا بالنسبة للتحكيم ديال الكيني فهو بيتر ويرو هو اللي كنعرف أنا بالنسبة كاين في كينيا من الحكام اللي هما شباب لأنه قادوا كانوا في كأس إفريقيا اللي دازت من الحكام اللي جايين في الطريق ومشهود لهم بالكفاءة نظرا للياقة البدنية ديالو الكبيرة. ما كنظنش ان الانسان يتخوف منه لانه التواجد ديال التقنيه ديال الفار والمساله اللي كنشد بحراره على ايدي الناس المسؤولين ديال لاكاف هو انها تجبر الفرق على التواجد ديال التقنيه ديال الفار وما كاينش ذاك المحاولات اليائسه وخصوصا انها كانت من الاشقاء التونسيين اللي كيحاولوا دائما انهم يعرقلوا الدخول ديال التقنيه ديال الفار بمعنى انها كتحاول انها الا ما توفرتش التقنيات انها كتاجل المقابله او انها كتهدد انها باش تنقلها للبلد اخر وهذا بالنسبه لي غادي يخدم المصلحه ديال الكره الافريقيه وكذلك هاد السوبر ليغ. نتمنى ان من اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي كما لعبوا في المقابله ديال الذهاب بالامس انهم ما يلعبوش مع الحكم وما يفكروش في الحكم انه يكون التركيز ديالهم على المقابله وما يحاولوش ان بقرار واحد انه يخرجهم الحكم من المقابله لان بالحضور بالامس انا على يقين بانه غادي يحققوا نتيجه ايجابيه في المرحله ديال الاياب.